فلاحيا وقعت أمس كل من وزارة الفلاحة والتكوين المهني اتفاقية يتمكن بموجبها المتكونون في المجال الفلاحي من استغلال منشآت وزارة الفلاحة من مزارع ومعاهد خلال مدة تكوينهم، كما تسمح الاتفاقية في ذات الوقت بتكوين متواصل للمهني قطاع الفلاحة في هيئة وزارة التكوين المهني. التغطية لمحمد سعداوي. هذا ايضا في اطار تفعيل يعني قرارات الحكومه وتعليمات سيد معالي وزير الاول لاجل يعني تدعيم التنسيق وفتح المؤسسات وفتح المزارع وفتح الحقول وفتح جميع يعني المؤسسات المهنيه لصالح التكوين، تكوين شبابنا ان شاء الله اللي راح يكون عنده تاهيل اللي يخليه يعني يقوم بمشاريعه ويحقق مستقبله، ونعطوا له فرصه ليشارك في بناء الاقتصاد الوطني. وشكرا. الارقام تتحدث عن نفسها، لانه في 2019 مضينا اتفاقية كونا تقريبا ما يعادل 84,000 في إطار التأهيل. فقلنا ما دام العملية ناجحة لما لا يكون فيه توأمة حقيقية ميدانية وبيداغوجية، وخاصة بيداغوجية، أنه نعطي فرصة لمتربصين ومتربصي كذلك المعاهد الفلاحية على أساس أنه ننشي معابر. هذه المعابر تسمح للتقنية على مستوى الفلاحة بتكملة تكوينها على مستوى التكوين المهني، ما دام هناك الآن معاهد متخصصة في الفلاحة.